حتى في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. إذا تصلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد. وإذا أعمت الشهوة عقلي بالوهم والغبار أيها الساهر بالبرق والرعود بالبرق والرعود. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. الله معكم ودايم دايم دايم دايم. يسوع بقلوبنا، يسوع حاضر بقلوبنا. عم نعيد مع بعض عيد الغطاس، عيد الدنح، عيد معموديتنا، عيد الظهور الإلهي. كلمة دنح تعني الظهور أو الاعتلان أو الإشراق، ظهور الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، ظهور يسوع للعلن. اليوم عم نعيد ها
هالعيد المبارك. يسوع عنا تقليد حلو كتير، تقليد بيقول إنه السيد المسيح يأتي ليلاً بهالوقت وتسجد له كل الأشجار، مش بس الأشجار إنما أيضاً كل الكون يسجد لخالق الكون. نحن جئنا نسجد لخالقنا وجابلنا. شغلة تاني بتقليدنا بتضوي بيوتنا، من شعشع بيوتنا وشوارعنا علامة نور المسيح، إنه نستقبل المسيح ببيوتنا وبقلوبنا وبحياتنا. منجيب المي حتى الرب يقدسها وناخدها معنا وتقدس بيوتنا وأرزقنا حتى الرب يطرح البركة فيها. نفتح أبواب بيوتنا وشبابيك، هيدي عادتنا حتى يدخل المسيح، وهيك علامة إنه نشرع أبواب قلوبنا للمسيح. شرعوا أبوابكم للرب يسوع. بعادتنا كمان منحط العجينة برا، يلي هي هالعجينة بتصير خميرة الرب ببركة، وهالخمير بيعطي قوة وحياة لعجنة كبيرة. خميري ربنا بقلبنا، خلينا نحن نكون الخميرة بقلب مجتمعنا، نقدر نخمر عالم كتار بمحبة الله. خلينا نوقف ونبدأ صلاتنا وذبيحتنا الإلهية. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، يا من ظهرت في عمادك الإلهي على نهر الأردن وبينت لنا أنك من جوهر طبع الآب والروح القدس، أنر عقولنا وقلوبنا في يوم دنحك العظيم، قدسنا بحلول روحك وأهلنا أن نعيد لك عيد الأنوار، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيا. فعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الواحد الذي دوى صوته من السماء وشهد لابنه الحبيب، وإلى الابن الواحد المجدود له الذي أشرك على النهر وقبل العماد من يوحنا السابك، وإلى الروح الواحد القدوس الذي ظهر فوق رأس الابن مشيرا إليه برخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. بدنحك تفرح الأرض يا ابن الله، وبيوم عمادك تهلل الشعوب والأمم، يا من أشرقت علينا من حضن الآب وقدست لنا المعمودية، يا بيعة الشعوب أذيع مجد ابن الله المتأنس،
الذي اعتمد لأجلك في الأردن واهتفي له تباركت أيها المسيح كلمة الله يا من بإرادتك أخليت ذاتك واتخذت صورة إنسان وأعطيتنا عربون الحياة في مياه العماد وقدستنا وجعلتنا ورثة ملكوتك والآن نسألك أيها المسيح والعطر هذا البخور قدسنا بدنحك العظيم أخلق فينا قلبا جديدا واجعلنا أبناء جددا لأبيك واسكب الغفران على رعيتك فنجد لك ونمجد أباك برخمور ونشكر روحك القدوس الآن وإلى الأبد. We
أيها المسيح كلمة الآب السماوي، يا من صرت إنسانا لأجلنا واعتمدت في نهر الأردن وصرت لنا الطريق والباب نبلغ بك إلى الآب، اجعل نعمتك ورحمتك علينا واقبل عطورنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قادشات الله قادشات حي المعنى قادشات الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس وتيتوس والرسل والأنبياء، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين على هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد، آمين. أخي الحبيب، إن نعمة الله قد ظهرت خلاصاً لجميع الناس، وهي تؤدبنا لنحيا في الدهر الحاضر برزانة وبر وتقوى، نابذين الكفر والشهوات العالمية، منتظرين الرجاء السعيد وظهور مجد إلهنا ومخلصنا العظيم يسوع المسيح، الذي بذل نفسه عنا ليفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا غيورا على الأعمال الصالحة. تكلم بهذه الأمور وعز بها ووبخ بكل سلطان، ولا يستهن بك أحد. ذكرهم أن يخضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوهم ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح ولا يجدفوا على أحد، ويكونوا غير مماحكين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس. فنحن أيضاً كنا من قبل أغبياء، عاقين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات شتى، سالكين في الشر والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضاً. ولكن لما تجلى لطف الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا، لا بأعمال بر عملناها بل وفق رحمته بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه الله علينا بغزارة بيسوع المسيح مخلصنا،
فإذا تبررنا بنعمته نصير وارثين وفقاً لرجاء الحياة الأبدية، والتسبيح لله دائماً. يدخل ملكوت الله ما لم يولد من الماء قدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها يتلى الآن عليكم، فاسمعوه ومجدوا واشكروا كلمة الله. لوقا البشير: فيما كان الشعب ينتظر والجميع يتساءلون في قلوبهم عن يوحنا لعله هو المسيح، أجاب يوحنا قائلا لهم أجمعين: أنا أعمدكم بالماء، ويأتي من هو أقوى مني، من لست أهلا أن أحل رباط حذائه، هو يعمدكم بالروح القدس والنار، في يده المذرة ينقي بها بيدره، فيجمع القمح في أهرائه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأقوال أخرى كثيرة كان يوحنا يعظ الشعب ويبشرهم، لكن هيرودس رئيس الربع، وقد كان يوحنا يوبخه من أجل هيرودية امرأة أخيه ومن أجل كل الشرور التي صنعها، زاد على تلك الشرور كلها أنه ألقى يوحنا في السجن. ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضا وكان يصلي، انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس في صورة جسدية مثل حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابن الحبيب، بك رضيت.
حقا والأمان لجميعكم. لنا اخوتي اعتماد يسوع هو عيد، هو عيد، عيد الدنح، عيد الظهور، عيد خروج يسوع للعلن بعد 30 سنه من عيش بالتخفي بالناصره. ولكن لحظه ظهور يسوع، اطلالته، اشراقه تصدف بنفس الوقت لحظه افول نجم يوحنا المعمدان النبي المعمد بتأني وبتفنن. القديس لوقا بيروي لنا هاللحظة، بيميز بين هالوجهين من هاللحظة التراجيدية اللي فيها عم يظهر ويتألق نجم وعم يختفي نجم، بيميز بين هالوجهين، ومن الوجهين بيعمل لحظة وحدة. ببلش بأول ضفة من نهر الأردن بحديثه عن يوحنا المعمدان، تينتقل للضفة الثانية باللي صار مع يسوع، بيفصل بين الضفتين، مش نهر الأردن ولكن الخبر عن سجن هيرودس ليوحنا. ما بيكفي إنه يوحنا بيقول آخر كلماته، ولكن بتأني لوقا بذكرنا إنه رح تنتهي قصة يوحنا قبل ما يبلش قصة يسوع وانطلاقة يسوع. يوحنا بيوصل لهاللحظة، للقديس لوقا بيجعلها لحظة عيد وساحة للتبادل بين يوحنا المعمدان أهم الأنبياء وبين يسوع، كأننا نحن بسباق بدل. بيوصل يوحنا بيحمل الشعلة، بيقطعها من ميلة لميلة ليسوع. الملفت بقلب الموضوع إنه يوحنا بيوصل لهاللحظة مش على آخر نفس، وإنما بأوجه، بقوته الكاملة، محمول على الأكف، محمول على أكف الناس. بيبدأ إنجيل اليوم بيقول إنه لمن الناس كانوا عم بيفكروا إنه يوحنا المعمدان هو المسيح، كانوا بأعلى تقدير لإله بعد ما سمعوه عم بيحكي. مفارقة إنه كلام يوحنا لهالناس ما كان فيه شيء من الإطراء، يوحنا كان عم بيوبخهم، يوحنا إجا تي يكشف عيوبهم بكلامه. قبل ما نسمع كلام الإنجيل اليوم بيكون عم بيتوجه لكل العالم تيقول لهم بكل بساطة، ما حدا في فوق راسه خيمة، عين الرب سهراني على الكل، عين الرب بدها تفضح الكل، عين الرب عليا ما بيختفي شيء. إذا قدرنا نخفي عيوبنا عن الناس، عن الله ما في شيء بيختفي. وإذا ما في حدا فوق راسه خيمة، يعني انكشفت عيوبنا اللي نحن منخبيها، أهم الجشع، الفساد، الطمع، هودي أمور الله بيشوفهم. بعد هالكلام اللي توجه فيه يوحنا للناس، شافوا فيه المسيح المنتظر. بوقت اللي هن كانوا جايين تيعلنوا مسيح منتظر، تيتوجوا مسيح، يوحنا بدل على المسيح وبقول التاج مش لإلي، وإنما التاج للضف الثاني، التاج للشخص اللي جاي بعدي واللي بده يعتمد ويظهر اليوم. بس يصال إذن يوحنا بيقول مني أنا العريس، أنا صديق العريس. كبروا ليوحنا المعمدان إنه ما سكر باللحظة، ما سكر بالمجد اللي بدهن يلبسوه، وإنما لبس المجد لرب المجد، اكتفى بأنه تكون الرسالة أكبر منه، يكون المشعل أكبر من شخصه، تكفي الرسالة بعد ما هو بينسحب. قبل ما هيرودس يسحب يوحنا عن مسرح الأحداث، يوحنا انسحب، وانسحب
بأعلى نقطة من حياته، تكرر باللحظة اللي كان فيها من مفترض إنه هو يتوج مسيح. قال لهم لهالتلاميذ تماما مثل ما موسى قبله بنفس المكان، هو من سلالة موسى، موسى أكبر الأنبياء، وعن يوحنا قال يسوع أعظم الأنبياء وأعظم مواليد النساء. موسى كمان ما قطع لتاني ضفة، وموسى للصدفة كمان أعطى الشعلة لتلميذه يشوع. يوحنا عم بيعطي الشعلة ليسوع اللي هو بده يحملها، وبده يدخل ملكوت الله ويدخل الناس بملكوت الله بعد ما كونوا قطعوا بنهر الأردن. عن معموديته بيقول لهم أنا عمدتكم بالمي، اللي جاي بعد اللي هو يسوع بده يعمدكم بالنار. أنا جيت بس تغسلكم إليكم، أنا جيت بس تحضر الطريق. إنما المعمودية الصحيحة اللي فيها مش بس بتتنظفوا، وإنما بتنعجنوا عن جديد، بتخرجوا من هالبوتقة مجددين. هالمعمودية جديد اللي فيها بدكم تتعمدوا بنفس جديد، بروح جديد، بخلق جديد. هيدي مش أنا بعطيها، هيدي المعمودية بده يعطيها الرب اللي آتي بعدي. أنا جيت بس توعي ضمائركم، ولكن مش بإيدي أنا إني أحكم. لذلك هو سيد البيدر، أنا بزرع، أنا بعتني، أنا بكبر، ولكن علي هو يقرر شو بيعمل بالتبن وشو بيفصل ومين بيفصل ولوين بيفصل. بإيده الحكم ولإله الحكم. بعد ما كفى يوحنا المعمدان صوته، بعد ما يوحنا المعمدان شهد من الضفة لضفة الثاني، كأنه صوت يوحنا ما بكفي، كأنه تم يوحنا اللي انفتح ما كان بكفي تيقول ملء الحقيقة عن يسوع. انفتحت السماء ومن السماء نزل الروح القدس على يسوع، بقلنا الإنجيلي بشكل حمامي جسدية. الروح اللي ما له شكل على راس يسوع حل بشكل حمام، مش بس الروح هو اللي حل، ولكن صوت الرب اللي حل، طبع الرب كمان بصوته، صوت النبي من ميل وصوت الله مباشرة من ميل تاني. الصوت نزل على يسوع، هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت. هيدا الصوت مثل ما قلنا بده يطبع مسيرة يسوع، لأنه هلأ البداية، هوني يسوع عم ببلش انطلاقته، من هون بده يدخل إلى أرض الميعاد. بعد ما حكي ولا كلمة، نحكى عنه على لسان يوحنا ونحكى عنه بصوت الرب. إخوتي أنا وياكم الليلة جايين لهوني تنجدد نحن كمان فرحتنا بقلب هاللحظة، مش جايين تناخد الروح القدس بأكتر ما أنه جايين تناخد روح بالرب القدوس اللي اليوم عم بيعتلن قدامنا. نحن كمان وقت مرينا بهاللحظة، باللحظة اللي فيها انحل علينا الروح، انعطالنا اسم جديد، انخلقنا عن جديد من جرن المعمودية، ما كنا واعيين لهالأمور، ما كنا منتبهين. جايين نحن اليوم بكل وعينا تنشهد على اللي عم بيصير مع الرب يسوع. هو اللي معه افتتح بداية الملكوت، ونحن بمعموديتنا وقتها وكنا صغار ومش واعيين انفتحت لنا مش بس بواب السماء، خاصة انفتحت لنا بواب الكنيسة، انفتحت لنا أبواب الأسرار، أبواب الأسرار اللي من خلالها بدنا ننعجن نحن كمان. جايين تناخد روح ونجدد هالروح اللي فينا، روح النبي يوحنا، روح الكبر اللي عنده اللي فيها بتخلي إنه رسالتنا تكون أهم منا، الروح اللي طبعت الرب يسوع واللي سلمها لإلنا يسوع كمان هو بلحظة تراجيدية كبيرة، بلحظة اللي فكرهم إنه يرفعوا على الصليب، فارتفع فوق الكل وأعطانا روحه، تنضل راسنا مرفوع، مرفوع فوق الكل، وكلامنا مرفوع وعنفواننا مرفوع كمسيحيين، كأشخاص تلميذه ليسوع، حملين المشعل ومننقل المشعل من ميل لميل. خلونا نرجع نحن كمان اليوم نجدد مواعيد عمادنا، نجدد اللي قالون عنا يوم العماد نقولن بلساننا نحن، إيماننا بالرب يسوع، تمسكنا بالرسالة اللي ترك بين إيدينا وبالنفس اللي تركه معنا، تهالنفس يرجع يعيشنا. كل مرة الكاهن بيستدعي الروح القدس على الخبز تيتحول الخبز إلى جسد المسيح، وبيستدعي الروح كمان علينا كلنا تيحل علينا هالروح، يشيلنا من جد
من رتابتنا، يشيلنا من استسلامنا، يشيلنا من تخاذلنا قدام كل محطة بحياتنا نندعي فيها إنه نحن نشهد على الرب يسوع تماماً مثل ما شهد يوحنا المعمدان بصوته بكلمته بموقفه. أمين. أحبائي بدعيكم نوقف هلأ لحتى نصلي مع بعض رتبة تبريك المياه بهالعيد المقدس. رتبة تبريك المياه، أول شيء تتبارك المي، بعدين المي ينوضع فيها ثلاث فحمات باسم الآب والابن والروح القدس، علامة التطهير. من بعدها منجدد كلنا سوا مفاعيل العماد، معموديتنا، نبرم صوب الغرب ونكفر بالشيطان وأعماله، ومنرجع نتوجه نحو الشرق، نحو الإربان، نحو المذبح، ونعلن ونجدد إيماننا. جميع الأسرار العظيمة في جوهر الله من أجل خلاص الجنس البشري، كن مصغياً بالشفقة إلى طلباتنا، ولتحل قوة بركتك في هذا العنصر الكثير الطهارة كي تخدم خليقتك أسرارك وتنال قوة النعمة الإلهية على طرد الشياطين والأوجاع وكل شيء في بيوت المؤمنين وأماكنهم يرش عليه من هذا الماء ينجو من الدنس ويخلص من الأضرار، ولا يصير هناك مسكن للأرواح المضادة وتطرد عنه جميع مكامن العدو الخفية، ويطرد برش هذا الماء كل خيال ليلي يزعج راحة الساكنين هناك، لكي ما تكون فيه السلامة المطلوبة في دعوات اسمك القدوس بوساطة ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. باسم الآب تتطهر. آمين. باسم الابن تتنقى. آمين. باسم الروح تتبارك. بدعيكن اخوتي خياتي نبرم صوب الغرب ومنعيد وراء المحتفل كل جملة بجملتها. أكفر بك أيها الشيطان. أكفر بك أيها الشيطان. وبجميع جنودك. وبجميع جنودك. وبجميع أعمالك. وبجميع أعمالك. وبكل ما هو منك. ندعيكم نتوجه نحو الشرق. أؤمن بك يا الله الآب. أؤمن بك يا الله الآب. وبابنك ربنا يسوع المسيح. وبابنك ربنا يسوع المسيح. وبروحك الحي القدوس. وبروحك الحي القدوس. وبكل تعاليم الكنيسة الواحدة. وبكل تعاليم الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية. الجامعة المقدسة الرسولية. هلأ
الكهنة بيتوجهوا بيناتنا حتى يرشوا علينا المياه المقدسة ونتبارك من هالمياه. استجب لنا أيها الرب الإله القدوس السرمدي القادر على كل شيء، وابعث من السماء ملاكك القديس ليصون ويحفظ ويحمي ويفتقد ويعضد سكان هذا المسكن بيسوع المسيح ربنا الآن له المجد، علينا رحمته إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد. آمين. ضابط الكل. كل الدهور إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود لا مخلوق، مساو لله في الشرع، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا تزلى من السماء وتجسد من الروح القدس
اخوتي بتمنى عليكم ما حدا يدقر اي انيني لختام البركه الختاميه للذبيحه الالهيه. يتروت متحضلو والوطنو لحادة اليوم وينو بصولو الطيبو طوخيو للبيتو وسهود بايكلو العظيم. يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك عبيدك من قرابين، حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار لييس. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنه هذه الذبيحة على نية شفاء الطفل جو بارود. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس. أهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار الموضوعة عليك، السلام لكم يا كهنة الرب ويا خدام الروح القدوس.
فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومرحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نشهد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى الأعلى. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب تائبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقاً إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والصرافيم ويجدون مترنمين بأصوات نقية والحان سماوية ممجدين هاتفين. يسوع المسيح قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم وتقدم حاشودي لما بنحاي سابل العمو بيدا وقاضي شطو بارخ قادش وقصويا بالتلميذة وكدمع سابقون من كل خون هونو دنيتا
لو فيكون على بساقية متقسي ومديه وصوت حوبي والحاي ده العلم علمي وخانوا عالكوسو دمزيو من حمرو من مايو وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيء نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك ثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك غفران الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وإن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى بيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب أيضا يا رب أبناك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما ينحدروا فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل علينا من سمائك روحك المحيي وليرف على ذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا
استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى ذا القربان. على بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلينا آمين ويجعل مجيج هذه الكأس دم المسيح إلينا آمين لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لسيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاقي ومار كميل مطراننا وسائر الأساقف المستقيمي الرأي ومار داود أبينا العام لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب. واعطيني السلام لوطني الغالي واعطي للي راح الأمان. منصلي على نية كل الأطفال اللي عم بيتعمدوا بهالزمن المبارك اللي عم ياخدوا هوية جديدة هوية أبناء الله اللي بيرضى عنهم حتى يلاقوا بحياتهم مين يذكرهم دايماً بحالتهم الجديدة مين يشجعهم يعيشوا دايماً بهالنعمة ويكون هالسر مدخل لكل أسرار الكنيسة وخاصة سر الإفخارستية. نسألك يا رب. واعطيني السلام يا وطني الغالي واعطي للي راحوا الأمان. منصلي على نية كل صاحب سلطة بقلب المجتمع من المسؤولين بالدولة والقضاء والأمن والاقتصاد تالرب يبارك أعمالهم طالما هي لخدمة الناس والحق ويبعتلن من يرفع صوته بوجهن كل ما استعملوا هالسلطة لمصالحهم الخاصة وللظلم. نسألك يا رب. واعطيني السلام لوطني الغالي واعطي للي راحوا الأمان. منصلي على نية المعلمين بيناتنا مؤتمنين على كلمة الله وكلمة الحق أعطيهم يا رب شجاعة يوحنا المعمدان تما يتخاذلوا عن قول الحق خاصة قدام الظلم واعطينا نحن كمان أنه نكون كنيسة نبوية مثل ما بيتمناها البابا فرانسيس سند للمظلومين بصوت صارخ ومحب بوجه الظالم. نسألك يا رب. واعطيني السلام لوطني الغالي واعطي يلي راح الأمان. منصلي على نية العيال يلي عم تتعمد وتنكوي بنار الألم أو المرض أو العواز أو القسمة والحقد أعطيهم يا رب بهالليلة المباركة يسمعوا صوتك يثبتهم بإيمانهم وطاعتهم لإرادتك القدوسة ويشجعهم صوتك الصارخ لإلهم كمان هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت. نسألك يا رب. واعطيني السلام لوطني الغالي واعطي يلي راحوا الأمان.
اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، أرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا. الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا في زمانك هذا اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. نور سنكم أمام
وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناولوا واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، أهلا نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار إلي، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا مغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وحدنا. إخوتي، بعددنا الكبير ليلة وتسهيلا للمناولة، فضل نجي صف ورا التاني، هيك بنكون منظمين أكثر. الكهنة رح يتوزعوا على الصفوف الأمامية، وإذا بنجي صفوف أمامية وبعدين صف اللي بعدنا، هيك منسهل على بعضنا من العجقة. في كهنين كمان بالآخر. حسبك الله فاخلدي يا نفسي إليه. حسبك الله
أعتصم بها وملجئي وحمايتي وملجئي وحمايتي حنانيك اللهم حنانيك بوجهك وأشرق بوجهك فيكون لنا الخلاص وأشرق بوجهك وأشرق بوجهك فيكون لنا الخلاص تنشد مجدك مع كل السحابات تنشر لطفك مع كل النيرات ترفع سبحك مع كل المخلوقات سأهتف إلهي ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهاك في خلائقك في السهول والجبال مع كل الرياح ومن أعلى التلال مع همسات النسيم مع نغمات الشلال وطهر الياسمين مع زهر البساتين سأهتف إلهي ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهاك في خلائقك مع المياه والبحار وامتداد المحيط مع خرير الأنهار وانسكاب الينابيع مع كرم الأمطار والثلج والجليد وكلهيب النار ساء
سنهدف إلى هي ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها ينبض بالحياة مع عصفور الجنائن يغني للسماء مع كل إنسان يشع بالرجاء بصرخة حنان سنهدف إلى هي ما أجملك بالروح القدس والنار
عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت فينا الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي أسقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا. نشكر الله أخوتي خياتي على هالليلة وهاللقاء الحلو، مجدنا ربنا مع بعض ودايم دايم ربنا بحياتنا. في عنا هالأنان الموجودين هون بترجيكم هلأ من بعد ما ناخد البركة نجي شوي شوي ناخد، كل واحد بياخد أنينته، ما حدا بياخد أنينة حدا، وكل واحد بيعرف أنينته بشو هي. بس نحن كمان بالرعية رح يكون في أنانة على المدخل، اللي مش جايب أنينة معه موجود أنينة، بتمنى إنه العيلة تاخد أنينة، لأنه هيدي بركة منبارك فيها بيوتنا، وكل واحد منا منشرب عيالنا اللي ما إجوا واللي بيقدروا يجوا. بكرة الدسات مثل نهار الأحد، يعني نفس مواعيد نهار الأحد. ينعاد عليكم. السلام لجميعكم. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الأباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والأباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأة غفرانا، آمين. للمرضى شفاء، آمين. لمنكسري القلوب رجاء، آمين. للحزان عزاء، آمين. للموت راحة، آمين. للأسر خلاصا، آمين. للمسافرين رفيقا، آمين. للبعيدين مرشدا، آمين. للقريبين حافظا، آمين. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول والمعمد وجميع القديسين. دايم دايم للجميع. تتلو الصلاة